وصلنا معكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا إلى محطتنا الأولى ومجموعة من أخبار المال والأعمال. تفاصيل الأخبار الاقتصادية مع ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكرا لكما إلهام ومصطفى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية. ناقش الاجتماع تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من عام المالي الجاري، وذلك في ضوء تحقيق ميزان المدفوعات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري فائضا كليا. كما ناقش الاجتماع عدة مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان المدفوعات على المدى القصير والطويل، بالإضافة لاستعراض الفرص الاستثمارية المحتملة في قطاع الصناعة وحزمة الحوافز المقررة للصناعات المستهدفة. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع 15 للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، ووجه رئيس الوزراء بضرورة التحلي بالجرأة في حل مختلف المشكلات والعمل على تقديم التيسيرات المختلفة، مؤكدا ضرورة العمل على ترجمة ما تتوصل إليها الوحدة من حلول لما يعرض عليها من مشكلات إلى قرارات تنفيذية. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري دفعا لنشاط تصدير العقار بما يسهم في زيادة العائد من النقد الأجنبي، مضيفا أن الحكومة تولي اهتماما بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وسط تداولات تجاوزت ملياري جنيه، وارتفع رأس المال السوقية بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 47% ليغلق عند مستوى 17211 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 1.23% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة متساوي الأوزان بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4844 نقطة. أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين بعد أن توصل المشرعون الأمريكيون إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن سقف الدين ومخاوف اقتصادية أخرى، وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 1%، بينما هبط المؤشر الرئيسي في أبو ظبي بنسبة 4%، وتخلى المؤشر الرئيسي بالسعودية عن المكاسب المبكرة ليغلق مستقرا بعدما قوبلت الزيادة في أسهم القطاع المالي بخسائر في أسهم الرعاية الصحية. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة لكم مرة أخرى مصطفى وإلهام. شكرا لك ميرنا على هذا العرض.